السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية المسائية والتي نقدمها لكم من أول قناة إخبارية في الجزائر. إذا الساعة الإخبارية تتخللها العديد من الفقرات الاقتصادية، الثقافية، المحلية، الرياضية وحتى الدولية. إذا مشاهدينا، البداية بشأن الاقتصادي، حيث إذا تواصل أسعار النفط انخفاضها في الأسواق العالمية، حيث وصل سعر خامة الأوبك إلى 41.50 دولار للبرميل الواحد. وللحديث عن هذا الموضوع أستضيف في البلاتو الزميلة أهلا هاجر بيوض من القسم الاقتصادي، والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن بن خلفة. أهلا بك أستاذ. مرحبا أستاذ. إذا البداية من أين هاجر؟ فعلا محمد، كما سبق وأشرت، فإن خامات النفط التي تضم 12 خاما، ممكن الأستاذ يشرح كذلك للمشاهدين، عندما نتكلم عن الخامات فنحن لا نعني البرنت، يعني الكثير عندما يسمع كلمة 41 دولار ربما يثير مخاوفه هذا الأمر، لكن الخامات هي تضم كل الخامات، لهذا وصلت ل 41.50 دولار، والبارحة كانت تضم أو وصلت ل 43 دولار. الأمر فعلا يثير المخاوف. سعر البرنت محمد وصل إلى 45 دولارا. أستاذ ربما توضح لنا هنا، وصول احنا في الشتاء، في فصل الشتاء، والسعر وصل إلى 40 وتقريبا 45 دولار، في الربيع هل ممكن أنه يوصل إلى 40 دولار؟ لأنه الآن في الشتاء طبيعي أنه يتم استخدام واستهلاك النفط. شكرا. هو في الحقيقة هذا التقهقر في الأسعار، ولو أنه احنا لا نبيع ب 41، بترولنا زائد شوية من نوعية أكثر، سحر برند أفضل، نعم، أن يعني عنده قيمة أكثر. الآن ديمومته أكثر تقريبا 7 أشهر وهو نازل، فوصلنا إلى مستوى يمكن أن نقول بأنه أصبحت السوق يعني غير نشيطة، وكثير من التأثيرات هي غير اقتصادية، لأن هذا السعر نصفه اقتصادي ونصفه استراتيجي ونصفه فيه تصارع سياسيات، وخصوصا أن الأوبيب أصبحت بهيكلتها مشتتة نوعا ما، بلدان فيها حروب، بلدان فيها تغييرات ضغط دولي، حسابات بين بعض البلدان، وبالتالي نحن الآن في، أنا من يقول بأنه لا، الآن ندخل في فرضية أن البترول لن يرتفع لمئة 140 أو 150 خلال 3 سنوات. أستاذ بن خلفة، أنتم كخبراء اقتصاديين، هل كنتم قبل أشهر تتوقعون أن تنخفض أسعار البترول إلى هذا السعر؟ كانت فيه فرضيات، كان فيه بعض الزملاء يقولوا، كان فيه حتى بعض الزملاء في الخارج، لكن لم نتوقع أن يصل بهذه السرعة إلى هذا المستوى. وبالتالي هذه التوندونس بيسيير، يعني هذه السرعه التي نزلت فيه، مش تخي فقط، تشغل بالنا، تشغل بال بلدان كثيره، ولكن تشغل بالنا احنا، لانه ارتباطنا بالبترول ارتباط كبير. وبالتالي ندخل الان، لابد اننا ندخل في اقتصاد جديد خارج الاقتصاد التقوي. خاصة أستاذ بن خلفة، يعني الأسعار الآن من الناحية الهيكلية تتجه إلى الأسفل الآن. من الناحية الهيكلية ومن ناحية استراتيجية تجعلها، كان كثير من البلدان موش مصلحتهم أنها تصعد، لكن لا يمكن أن ننزل إلى 10، لا يمكن أن ننزل إلى 20، لا يمكن أن ننزل إلى 30، لكن حتى في حدود 40 هذه تعتبر خطرا بالنسبة للبلدان اللي فيها ارتباط. ليس خطرا غدا وبعد غد، لأنه احنا عندنا تغطية بمواردنا بالعملة الصعبة لثلاث سنوات 4 سنوات، لكن هذه المرحلة لابد أننا يعني نغتنم هذه الفرصة لندخل في اقتصاد تقوي، في اقتصاد غير تقوي. تحدثت أستاذ بن خلفة عن ربما بعض الدول التي تؤثر ربما في تطور أسعار النفط في الأسواق العالمية، ربما هناك الولايات المتحدة والسعودية. والسعودية لأن فيها حسابات استراتيجية مع هذه البلدان تجاه إيران، تجاه روسيا، لكن في نفس الوقت هذه البلدان خرجت نوعا ما من تبعية، السعودية خرجت من تبعية، فيها نوع من تنويع المصادر. الأمريكان كذلك دخلت في الأشياء الجديدة، الشيست وكذا، لكن نحن من البلدان اللي بدأ لم نخرج بعد، وبالتالي فنحن والفنزويلا والإيران نحن أمام أنشوك فرونتال، يعني صدمة مباشرة،
اذا كان في السنوات، لكن احنا الحمد لله استدانتنا قليله، البلدان هذه اللي كنت نتكلم عليها عندها استدانه كبيره وعندنا مدخرات، لكن هذه المهله لا يمكن ان نمر عليها هكذا، لابد ان نفتح ملفات الهيكليه في الاقتصاد، وهذه الاشياء لا تتماشى، والحلول الظرفيه لا تتماشى، والحلول القانونيه والاداريه لابد اننا نمشي لتغيير اقتصاد الجزائر. أستاذ، تكلمت على ذكر إيران، حسن روحاني صرح البارحة بأن الدول المتسببة في أزمة النفط على حد قوله راهي أزمة أو لعبة سياسية. صرح بأن هذه الدول ستعاني، من بينها السعودية والكويت. كيف ستعاني هذه الدول فعلا من هذه الأزمة؟ هو حسب رأيه أنت كخبير، كيف ترى يعني تصريحه هذا؟ هل جاء فقط هكذا أم أنه عنده خلفيات لهذا التصريح؟ والله في البلدان هذه تاع الخليج أنا أظن أنه انشغالاتها ومقتضياتها وأولوياتها الأمنية وحتى يعني حماية بلدانها تمر بعد البترول، فهي عندها موارد أخرى وعندها مدخرات أكثر من نحن، وبالتالي فهي تحافظ على مواقعها في السوق أكثر من سعرها، ولهذا تلعب دورا غير دور الجزائر، غير دور فنزويلا، غير دور إيران في الأوبيب. فهذا التشتت لا يخدم السوق غدا ولا يخدم السعر غدا، ونحن من البلدان اللي لابد أن لا نستمر في الشد هكذا في البترول ونقول متى وكل ليالينا إلى ليالي الشك. لابد أننا نخرج. أنا من دعاة من يقول أن المؤتمر المقادم في الجزائر خلال 2015 أن يكون مؤتمر وطني حول استراتيجية الخروج وليس استراتيجية المرور دائما والانتظار في البترول. السؤال قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، الأستاذ بن خلفة، الإشكال المطروح الآن ربما بعد انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية هو متعلق بطبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يظل اقتصاد ربما ريعي بامتياز وبالتالي رهين ربما بإيرادات المحروقات، ليس بالريع لكن بموارد أولا، وثانيا تدخل الدولة في إنفاق حكومي كبير هذا جيد ولكن لا يمكن أن يستمر، وقل قلة الاستثمار الحقيقي، وبالتالي القيمة الحقيقية في أسعارنا، دعم الدولة، حوكمة الاقتصاد العمومي، النسيج المؤسساتي، كل الأشياء التي تجعل من اقتصاد تنافسي لازال ضعيفة عندنا، فلابد أن نمر إلى اقتصاد تنافسي، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بدكري يعني بقرار، هذا لابد أن يكون بملفات وبالنخب الجزائرية، ونحن نسيس نوعا ما الاقتصاد في الجزائر أكثر من اللازم. بحديثك أستاذ عن الاقتصاد الجزائري، ومن بين الحلول ربما المقترحة هو تأسيس 12 مجمعا لشركات. لهذا قبل أن تعلق على هذا الموضوع نشاهد فقط هذا التقرير لأحمد بوطف. بعد إعلان وزير الصناعة عن عزم الدولة تشكيل 12 مجمعا لشركات مساهمات الدولة، بدأت تطرح عدة تساؤلات عن الهدف من تجسيد مثل هذا المشروع، خاصة في هذه الفترة الحساسة التي يعيشها الاقتصاد الوطني. بطبيعة الحال يتم هيكلة أو إعادة تنظيم الشركات القابضة، لانعكاسها هو أنه يأتي لإعطاء ديناميكية جديدة لتشيير شركات عمومية اقتصادية وتنظيمها في شكل مجمعات. كما أطار هذا القرار حفيظة العمال والموظفين في عدة مؤسسات وشركات عمومية، وذلك بعد طرح فرضية إغلاق البعض منها وتسريح العمال. لكن الإجراءات المتخذة من طرف مجلس مساهمة الدولة ومن طرف الحكومة ما فيش هناك منصب عامل واحد رايحة نخسره في هذه العملية. هذا اللجوء إلى غلق مؤسسات نظن ماهوش مطروح أصلا، لكن كل المؤسسات الآن السؤال اللي مطروح والحكومة واش راهي طالبة هو أننا نشوفوا هذه المؤسسات، إذا كان مؤسسات مغلقة لازم نفتحها. ربما هي محاولات الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة بعيدا عن سياسة ريع المحروقات في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني. إذن أستاذ، هذه واحدة من المحاولات لإيجاد حل لمواجهة أزمة النفط. ما هو تعليقك؟ لا، وفعلا المؤسسة الجزائرية هي الأولى اللي لابد أن تكون في الواجهة بالنسبة لما يسمى باستراتيجية تحويل الاقتصاد، لكن أننا نغير هيكلة القطاع العمومي هذا شيء جيد، لكن لا يكفي أبدا، شرط أساسي ولكن ليس كامل. لابد أننا نغير في حوكمة هذه الشركات، لابد أن الدولة تغير في أسلوبها
لتسيير الشركات الكبيرة، ولابد أننا نفتح جزء من رأس مال الشركات العمومية، لأن الاقتصاد اللي فيه رأس المال العام ورأس المال الخاص هكذا كل واحد في رواقه لا يمكن أن يتقدم. لهذا هذه الأشياء جيدة لكن غير كافية تماما للتحويل الاقتصادي. هل تأخرت الجزائر في وضع هذه الآلية يعني؟ بالنسبة لبلدان أخرى تأخرت، لأنه كان في بلدان أوروبا الشرقية اللي كانت اشتراكية مثلنا غيرت هذه الأشياء في 15 سنة، احنا بدأنا في التسعينات. مجمعات مهمة جدا، مجمعات مهمة، لكن الآن المفروض أنه لا ما يكونش هناك تغيير تماما أو فرق تماما بين شركة عمومية كبيرة وشركة خاصة كبيرة، فلابد أن الدولة تعيد تماما النظر في طرق يعني حوكمتها للشركات. أستاذ بن خلفة، أيضا يعني من بين الحلول للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر بعد انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية هو التوجه كما قلت إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة. أولا إعادة النظر في حوكمة الاقتصاد، إعادة النظر في نجاعة الإدارة العمومية لأن الإدارة العمومية لها دور كبير، إعادة النظر في آليات العملية لسياسة لاستراتيجية الدولة، وإعطاء وزن كبير للاستثمار الخاص سواء الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي. لابد أن لا يكون فرق بيننا وبين السعودية وبين تركيا وبين ماليزيا، فالاقتصاد الجزائري لابد أن يكون فيه سياسة انفتاح محكم فيه وليس وتنظيم الأسواق، لأن أسواقنا لو عن ما في الدولة أن يكون دورها ضابط أكثر مما هو مستثمر مباشر. نعم سيد بن خلفة، إذن ننتقل إلى نقطة أخرى لها علاقة بشأن الاقتصادي. أظن زميلتي هاجر، ننتقل إلى مجلة شغل يبدو التي سحبت صباحة اليوم أزيد من 5 ملايين نسخة. بدأت ب3 ملايين ثم أضافت 2 مليوني نسخة. ربما في السياسة نتكلم أو عندما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم عنه سياسيا بشكل، لكن حتى في الاقتصاد لغة الأرقام دائما تلعب دور. أن أرقام 5 ملايين وبيعت هذه المجلة ما بين 3 إلى 300 يورو للنسخة الواحدة. للنسخة الواحدة، يعني تصوروا الفائدة. نحن نتكلم هنا عن خطة تسويقية أستاذ، الأمور لا تأتي بطريقة عبطية. الجميع يعني ربما عندما نتكلم عن الاقتصاديات الرأسمالية كل شيء يستغل، حتى الحوادث هذه التي نتكلم عنها تستغل لفائدة المجلة. المجلة بالمناسبة كانت على حافة الإفلاس قبل حادثة شارلي إبدو. كانت تسحب أستاذ وزميلتي، كانت تسحب حوالي 70,000 نسخة يوميا. نعم. واليوم سحبت 5 ملايين نسخة يوميا. وما زال طلب يعني. في حد ذاتها الظاهرة من أبخس ما يكون، لأن المجتمعات هذه ما فيهاش أخلاقيات، تبيع كل شيء بما في ذلك الضمائر فيبيعونا. لكن من ناحية أخرى عبرة بالنسبة لنا، أنا نقول في البلد لابد أن كل شيء له قيمة، كل شيء يسوق، كل شيء يباع، كل شيء نغتنم الفرص. عندما لا يمكن أن نغتنم الفرص الاقتصاد لا يصبح اقتصاديا. ففيها عبر بالنسبة لنا، ولكن في حد ذاتها هي شيء أبخس مما يمكن أن نفكر فيه. للإشارة أستاذ، الإعلام الغربي لم يركز على هذه النقطة، يعني فكرة العائد ربما المادي من بيع هذه، يعني استغلال المجلة لهذا الظرف. نعم، لأن كل شيء يكتم. البزنس عندهم يكتمون أرباحهم، يكتمون رقم أعمالهم، استثماراتهم، كل شيء يكتم، لكن كل شيء يستغلونه ونحن لا نستغل. هذه الحركية اللي عندنا، احنا عندنا بعض الأيام نفتح قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، كان المفروض أننا نسوقها للعالم ولا نراها في شيء مغلق هكذا. هذه الفرصة عبرة لنا، ولكن في حد ذاتها شيء يعني من جديد يبرز أن العالم الغربي والعالم الأوروبي اليوم لا أخلاقية فيه. أريد فقط أن أطرح لك سؤال سيد عبد الرحمن بن خلفة. إذا مجلة شغل يبدو سحبت صباحة اليوم 5 ملايين نسخة، والتي تم فيها يعني نشر رسومات مسيئة لسيدي الخلق الحبيب المصطفى النبي عليه الصلاة والسلام محمد. هم يتحججون ربما بحرية التعبير، لكن في الجهة المقابلة يعني هناك مساس بالدين الإسلامي بالمشاعر الإسلامية بديكروايانس بما يؤمنون به. والمسلمين مهما كان فيهم من كان متطرفا لم يمس بالأنبياء، لم يمس بالرسل، فهذه مرة ثانية
نرى فيها تشتت. كنا نتكلم على تشتت الأوبيب، تشتت المسلمين اليوم. البلدان الكبيرة لم تقف وقفة أمام هذه البساطة الذي مس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعت من ورائه، وهناك أرباح دخلت من وراء المس برمز كبير من الرموز. فنحن من هذه الناحية نندد بكل شيء، وأنا من يقول كان من المفروض أن العالم الإسلامي يصعد إلى السماء خارج المضاد للعالم الإسلامي، ولكن من الناحية الاقتصادية هذه مرة ثانية الاقتصاد السوقي لكل فيه شيء، كل مرة يأتي حظ لأن نربح فيه بدون أي يعني حتى بدقائق أو بثواني بعد الحج. أستاذ عبد الرحمن بن خفا لديك نقطة؟ معلومة محمد وأستاذ أنه لم تستغل فقط مبيعاتها، هي أطلقت إعلان لاستقبال تبرعات، يعني أكثر من ذلك أنها تستقبل تبرعات على أساس أنها ضحية. كل شيء يغتنم. ابقوا معنا، إذا سنتحدث دائما عن هذا الموضوع. إذا مجلة شغلي إبدو الساخرة كما قلت عادت من جديد لتستفز المسلمين في كل أنحاء العالم، كما قلت بنشرها حوالي 5 ملايين نسخة صبيحة اليوم، والتي تتضمن كما قلت رسومات تسيء لسيدي الخلق الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. نتابع التفاصيل مع ماجدة بن عربية ثم نعود. مجلة شارل إبدو الساخرة عادت من جديد لتستفز المسلمين بطبعها لحوالي 5 ملايين نسخة تحمل رسومات كاريكاتورية مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. ويتكون العدد الذي يحمل الرقم 1178 من 8 صفحات، حيث عمد القائمون على الصحيفة توزيعها في 20 بلداً وب16 لغة، في حين حذر الكثيرون من أن إقدام الصحيفة على مثل هذا العمل سيؤجج مشاعر الكراهية ولا يخدم التعايش السلمي بين الشعوب. أي شخص عاقل لا يمكنه أن يدعو إلا للهدوء، ولهذا نطلب من جميع العالم أن يتحلى بالهدوء. يجب علينا تهدئة الشباب، لأنني أظن أن القيام بهذه الأعمال بإمكانه أن يجرهم إلى مجالس التأديب. العدد الجديد من مجلة إبدو الساخرة حرك الجاليات العربية والمسلمة التي طالبت السلطات الفرنسية التي تتغنى بشعارات الجمهورية الثلاث إلى حماية مقدسات المسلمين، أسوة بالتدابير الأمنية المتخذة لحماية الجالية اليهودية. مع هذه النظرات، مع هذه الصور والشهادات مع بعضها البعض، نشعر أحيانا بأننا مهددين حتى في محيطنا، ولهذا نحن بحاجة لتعزيز الأمن. حادثة شارل إبدو التي جعلت العالم يتضامن مع ضحاياها الذين قتلوا في الهجوم يجعلنا نتساءل، هل سيقف العالم من جديد ضد التطرف الإعلامي؟ وهل باسم حرية التعبير تهان مقدساتنا؟ نعم، كما قالت مجدة يتحججون بحرية التعبير للمساس بالمقدسات وكذلك بمشاعر المسلمين. إذن سيد عبد الرحمن بن خلفة المحلل الاقتصادي، شكرا على كل توضيحات وتفاصيل، كنت ضيفنا في البلاطو. شكرا لكم. زميلتي هاجر شكرا كذلك على التدخل. إذن مشاهدينا الآن نربط الاتصال بمراسلة تلفزيون النهار بباريس زميلة هدى فتوان المتواجدة الآن في أحد المحلات بالعاصمة الفرنسية باريس، وحسب ربما آخر المعلومات كل النسخ قد نفذت منذ ساعتي الأولى لصباح اليوم. هدى، بالفعل نحن في أحد محلات الجرائد بفرنسا والتي نفذ منها عدد شارلي إبدو صباح اليوم. نعم. نحن في محل كما ذكرت سنتكلم مع صاحب المحل والذي نفذت من عنده الجرائد صباح اليوم. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui vous avez eu du stock, donc on a vu que il y a la rupture du stock partout. Vous avez en fait vous avez fini tout le stock que vous aviez. Oui, tout le stock est parti en un quart d'heure, à peine un quart d'heure. Dès l'ouverture, tous les gens se sont. Il y avait tout le monde oui, 20 minutes avant l'ouverture.
Le camion était à peine déchargé que les gens attendaient pour la presse. En fait, avant ces événements, en fait, vous recevrez combien de Charlie Hebdo de... Avant les événements, on en recevait 5 ou 6. Des fois qu'on ne vendait même pas tout. Et est-ce que vous avez eu des demandes également? Des demandes d'achat de Charlie Hebdo? Ah oui, énormément. Énormément de réservations qu'on n'a pas pu honorer, malheureusement. Quand même. Et est-ce qu'en fait, vous pouvez faire des commandes pour Charlie Hebdo ou ça se passe comment? Pour commander? Non, c'est le dépôt de presse qui décide les quantités. Donc nous, on peut pas gérer, on ne gère pas du tout le stock. Quoi. C'est le dépôt de presse qui décide. De rien, merci. كما رأينا زملائي أن صاحب المحل يؤكد أن شارلي إبدو نفذت من عنده منذ صباح الباكر هناك أعداد كبيرة كذلك تطلب شراء المجلة سنحاول أن نعمل مقابلات أخرى مع أشخاص طالبوا شارلي إبدو ولم يجدوها. Justement pour faire des interviews avec les gens. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous avez cherché de Charlie Hebdo aujourd'hui par exemple? Oui, difficile à trouver, il n'y en a plus. Oui, vous avez sorti de chez vous à quelle heure? Je suis venue dès que j'ai pu, donc là, il n'y en a plus. À ce temps-là, il n'y en a plus. Vous avez fait beaucoup de magasins pour... Non, c'est mon premier point de chute, hein. Mais c'est partout pareil, je me suis renseignée. Voilà, au revoir. هدى دائما في ذاتي الموضوع هل بإمكانك أن تضعي المشاهد في صورة ربما هذه الرسومات الكاريكاتورية المسيئة بالرسول عليه الصلاة والسلام التي نشرت صباحة اليوم في هذه المجلة الساخرة شارلي إبدو؟ كما رأينا زملائي تحدثنا مع زبائن في المحل وهناك عدد كبير من شارلي إبدو وزع على كثير من محلات الجرائد ولكنه نفذ في ساعات البدء أو بدء اليوم الأولى. بخصوص سؤالكم أو تدخلكم عن موقف أو فكرة جريدة شارلي إبدو، رئيس تحرير شارلي إبدو والرسامين وهو رسام لوز الذي رسم كاريكاتير بخصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، لم نشتري العدد ولكن طلعنا عليه للتذكير فقط أو للإعلام أن هناك رسم يضم الرسول عليه الصلاة والسلام حاشا أن يرسم أكيد ولكن يحمل هو لفتة جسوي شارلي بدموع وكأنه متضامن مع الموت أو مع الإعلاميين بمعنى يعني سئل البارحة الرسام الذي رسم هذا الكاريكاتير وقال أنا أريد أن أوصل فكرة أن المسلمين ليسوا إرهابيين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى بهذه الأفعال كما نرى أن هنا أن كل الجرائد موجودة ولكن فقط جريدة شارلي إبدو هي التي نفذت شارلي إبدو التي لم تكن تبع أقل من 30,000 في فرنسا كلها وفي العالم كلها اليوم نفذت وطبعت بأعداد هائلة جدا قيل في الأول أنها ستطبع 3 ملايين نسخة فقط ولكن قيل أو وصلنا منذ قليل أنها ستطبع كذلك 5 ملايين نسخة في كل التراب الفرنسي وكذلك ستوزع على 20 دولة و16 لغة أرجع مرة أخرى لفكرة الرسام أو للرسالة التي أرادت الجريدة أن توصلها الجريدة البارحة على وسائل الإعلام الفرنسية أكدوا مرة أخرى أنهم بهذا الرسم لم يريدوا الإساءة للإسلام ولكن هذا هو سير خط الجريدة قالوا أن نريد أن نوصل رسالة أن الرسول الإسلامي رسول محمد عليه الصلاة والسلام لم يرضى وهو لا يريد أن يقتلوا باسمه هذه هي كانت فكرة رسامين الجريدة أو رؤساء التحرير الذين قالوا هذا في وسائل الإعلام الفرنسية هدى في ذات الموضوع يعني بعد نشر هذه الرسومات المسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام ماذا عن موقف حكومة مانويل فالس بعد نشر هذه الرسومات؟ نعم
نعم بالفعل، بخصوص سؤالكم عن موقف الحكومة الفرنسية. نعم. كنا قد تحدثنا البارحة وقلنا إن قبلت فرنسا وقبلت الحكومة الفرنسية بأن تطبع كاريكاتيرات مسيئة للرسول، فهذا سيكون غباء من الحكومة الفرنسية، لأنها ستشعل النار في وقت أن البلد مشتعلة. لا أظن أن فرنسا بهذا الغباء أن تسمح لكاريكاتيرات في هذا الوقت. كما قلت اليوم يوجد بين 3.5 مليون إلى 5 ملايين مسلم في فرنسا. أكدت الحكومة وأعضاء الحكومة مرة أخرى وطمأنوا الجالية المسلمة، وقال البارحة مانويل فالز أن نحن لسنا في حرب ضد الإسلام، نحن في حرب ضد الإرهاب. وطمأنوا الجالية المسلمة عدة مرات وقالوا نحن نفرق جيدا بين المتطرفين وبين الإسلاميين. أنوه فقط وأذكر ما قلناه وكذلك أن الجالية المسلمة اليوم في فرنسا ليست الجالية الأمية، الجالية أو الجاهلة التي جاءت في الأربعينات وفي الخمسينات وفي سنوات الستينات ليعملون كعمال بسطاء في المصانع الفرنسية. الجالية المسلمة اليوم هي جالية لها وزنها ثقيل جدا. هناك إطارات في الدولة، هناك إطارات وزراء مسلمون كذلك. هناك يعني في فرنسا لا تجد حكومة أو لا تجد دائرة حكومية أو دائرة بلدية لا يوجد فيها مسلمون، ولا أظن أن فرنسا ستبعد هذه الجالية التي يعني ساهمت. نعم. في تقدمها. هدى فتوان، تحدثت عن الجالية المسلمة المقيمة بفرنسا، ربما بعد نشر هذه الرسومات المسيئة لسيد الخلق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ربما ما هي انطباعات الجالية المسلمة المقيمة بفرنسا وكذلك ردود أفعالها؟ نعم بالفعل، الجالية المسلمة البارحة أو هذه الأيام كانت غاضبة نوعا ما، خصوصا بعد انتشار خبر أن الجريدة ستنشر مرة أخرى الكاريكاتيرات المسيئة للرسول. ولكن اليوم حقيقة وصراحة نرى هناك بعض الهدوء في أجواء الجالية المسلمة التي أكيد طلعت على العدد، وبالرغم أنه يحمل صورة لرسول الكريم حاشا أن يرسم أو يصور كما قلنا من قبل، ولكن رأوا أن يعني هذه الصورة امتصت الغضب. الفكرة التي أرادت الجريدة أن توصلها أن الرسول الكريم ليس إرهابيا وليس راضيا عن ما حصل أو ما حصل باسمه، فهذا ربما امتص بعض غضب المسلمين أو الجالية المسلمة هنا في فرنسا. هدى فتوان، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. إذن مشاهدينا فاصل ثم نعود. عودة إليكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية المسائية المتواصلة ودون انقطاع من أول قناة إخبارية في الجزائر. إذن تابعنا كما قبل قليل إذن المراسلة الخاصة من قبل مراسلة تلفزيون النهار بباريس الزميلة هدى فتوان، والتي تحدثت عن سحب مجلة إبدو شغل إبدو الساخرة صباحة اليوم لأزيد من 5 ملايين نسخة. كما قلت إذن هذه المجلة التي نشرت صباحة اليوم رسومات مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وبالعودة إلى الهجوم المسلح قبل أيام على هذه المجلة، مجلة شغل إبدو، فقد تبنى تنظيم القاعدة في اليمن هذا الهجوم والذي أودى بحياة 12 شخصا من بينهم أبرز رسامي الكاريكاتير، وكان الأخوين كواشي قد نفذ هذا الهجوم. نتابع التفاصيل مع سلاف دعمش. لكن أظن قبل الحديث عن هذا الموضوع أستضيف في الاستوديو المحامي المعتمد لدى المجلس الأستاذ كمال بوفاف. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. إذن كما تحدثنا يعني هذه المجلة تتحجج بحرية التعبير للمساس بمشاعر المسلمين بعد نشرها لهذه الرسومات الكاريكاتيرية المسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام. هل يمنح ربما كقانوني أنتم، هل يمنح القانون الجزائري حق المتابعة القضائية ضد هذه المجلة؟
كل حال بسم الله الرحمن الرحيم، القانون الجزائري على كل حال ماهوش أي شخص توفر فيه الصفة حتى يرفع الدعوى، لا سيما في مثل هذه القضايا. ربما جدي بيان يعني أنا نصرح ونقول ربما النيابة العامة وحدها فقط اللي تقدر تحرك الدعوى العمومية، إلا أنه نزيد نعطيك معلومة، ربما أيضا نقدر نقول في مثل هذه الحالات حتى تتوفر الصفة القانونية لتحريك أو رفع هذه الدعوة، ربما أيضا مثلا المجلس الأعلى الإسلامي يتوفر فيه ربما الصفة حتى يحرك يرفع يقدم هذه الشكوى، مثلا جمعية علماء المسلمين في القانون الجزائري ربما هذو ناس وناس أو جمعيات أو يعني مجلس له الصفة حتى يقدم هذه الشكوى، ولكن اللي يحرك الدعوة هو النيابة العامة. لكن مثلا أنا كجزائري أو أي جزائري كان يريد أن يرفع دعوة قضائية ضد هذه المجلة التي أساءت لمشاعرها الدينية. نعم، المبدأ العام في الدستور أن الإسلام دين الدولة، ولكن حتى ترفع الدعوة أو تقدم الشكوى لازم توفر فيك صفة، ولكن الصفة هنا ربما رح يكتب رسالة أو شكوى يقدمها للنيابة، والنيابة هي الأصل اللي عندها الحق في تحريك هذه الدعوة. يعني باش نقدموا شكوى فقط وما توفرش فينا صفة، أنا نشوف من الناحية القانونية يعني الشخص الطبيعي أو الفردي هذا ما يقدرش يرفع الدعوة بهذه الطريقة. لكن يعني عندما نتحدث عن الجالية المسلمة المقيمة بالخارج أو فرنسا، هل يسمح القضاء الفرنسي لأي مسلم أن يرفع قضية هناك في تراب الفرنسي؟ أنا أقول لك الأخ المحترم، ربما ما يش أول مرة قضية الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نظن ربما عندها عام أو عامين أو ثلاث سنوات صارت قضية مثل هذا النوع في، وتم رفع شكوى على مستوى المحكمة في فرنسا وين تمت إدانة حقيقة، ولما تم فيه الاستئناف خذوا البراءة. نعم، إذن احنا لازم نشوف أنه هذه القضية لازم نسيسوهاش بالطريق، لازم نخدوها الطريق القانوني، وبالتالي لما هاد الناس خذوا الإدانة على مستوى المحكمة، ونقول لك في محكمة باريسية ماهيش في محكمة الجزائر، ولما تم الاستئناف خذوا البراءة. إذن الشخص الفردي ما يقدمش هو كشخص يرفع الدعوى. أنا نشوف ربما يدخلوا في إطار كش جمعيات دينية، ربما في إطار، وبالتالي باش شخص يقدم دعوة لا. هناك بعض القانونيين من ربما يقول بأن حرية التعبير تقف كعائق أمام رفع هذه الدعوة القضائية. لا، ما وش قضية حرية التعبير، قضية يعني الصفة اللي ترفع بها الدعوة وتقدم بها شكوى، وهذه الصفة تدخل من تقريبا يعني من 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 شروط شكلية لرفع أو تقديم هذه الشكوى. هي ماشي قضية حرية التعبير، قضية انضباط قانوني قبل تقديم أي شكوى، والانضباط القانوني يخضع إلى القانون، وبالتالي لابد نحترم القانون. حتى القاضي لما يحكم بالقانون، ماشي قضية حرية التعبير، يرجع دائما للقانون. إذا اليوم الشخص ما توفرش فيه الصفة، ما سوى يعني من أي حال من الأحوال نحكموا له. على هنا قلت كقانوني، على هنا قلت لابد من الأجدر حتى إذا احنا كشعب مسلم أو كشخص مسلم يعني تمس في خلال هذه جريدة إبدو ليبدو هذه الجريدة الفرنسية، أنا نقول أنه بالأجدر نكتبوا كتابات نقدموها للمجلس الإسلامي أو جمعية علماء المسلمين، هي تقوم يعني تغطية لهذا الشعب هذه، وتقدم شكوى أو تقدم شكوى على مستوى النيابة، والنيابة هي الأجدر والأحق لتحريك. حتى هنا الأخ محمد، أنا ماهيش قضية سهلة، حتى ماهيش قضية سهلة، لأنه لو نرجع لقانون العقوبات ما كان حتى مادة تنص على الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هنا كاين نقطة قانونية هامة ربما ندخلها في إطار تدنيس. احنا في القانون الجزائري عندنا قضية تدنيس القبور مثلا. نعم، في هذه النقطة بالذات الأستاذ كمال بوفافا، في الجزائر هل يعاقب القانون الجزائري كل من يتعدى أو يمس برموز الديانات الأخرى هنا في الجزائر؟ هنا كما قلت لك سابقا حقيقة هذا سؤال هام وهام جدا، لأنه علاه؟ لأنه القانون العقوبات يعني محور حول قضية التدنيس فقط، تدنيس القبور، تدنيس فقط قضية متعلقة، لكن لما تروح إلى الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كاش في قانون العقوبات. هذا ربما نحاول حتى النيابة ربما تحطه في خانة تدنيس، في خانة مثل هذه الحالات، وبالتالي قانون الجزائري يعني بالتدقيق ما تناولش مثل هذا
نعم أستاذ كمال بوفافا ابقى معنا، حيث أن مصالح الأمن الفرنسية فتحت صبيحة اليوم تحقيقا ضد الممثل الساخر ديودوني حول الهجمات الإرهابية في العاصمة باريس الأسبوع الماضي. وكان الممثل ديودوني قد كتب على حسابه في موقع الفيسبوك بعد مشاركته في مظاهرة الأحد ضد الإرهاب أنه يشعر وكأنه شاغلي وكوليبالي، وذلك في إشارة منه إلى الفرنسي من الأصول المالية أميدي كوليبالي الذي هاجم الجمعة محل يهودي في العاصمة باريس في بورت دو فانسان وقتل 4 أشخاص بعد أن قتل شرطية يوم الخميس. من جهته ندد وزير الداخلية بيرنار كازانوف وزير الداخلية الفرنسي بتعليق ديودوني مردفا بالقول أخطط لاتخاذ إجراءات أشد قسوة حيال هذا التعليق الذي يعكس عدم المسؤولية وعدم الاحترام ورغبة في بث الكراهية والانقسام. ربما في هذا الموضوع أعود للمحامي، ربما بخلاف المساس برموز الدين الإسلامي، هل ربما تعاقب القوانين الغربية على المساس بالمسيحية واليهودية؟ في القانون الجزائري ولا في القانون؟ في القوانين الغربية ربما وفي القانون الجزائري. حتى في القانون الجزائري قلنا في الدستور الإسلام دين الدولة. والحريات المتعلقة في القانون الجزائري كاين باب خاص بالحريات، ولكن ما تعلق بالقانون الجزائري كله مكتوب في قانون العقوبات وينص عليه في قانون العقوبات. أما ما تعلق بالديانات الأخرى، أنا تلاحظوا قلت لكم عندها 2 أو 3 سنوات تم رفع مثل هذه الدعاوي، تمت الإدانة على مستوى المحكمة، ولما استأنفوا داو البراءة. نعم. لما يدي واحد البراءة لا ترتب أي أثر للجريمة. نعم. وبالتالي حتى على مستوى الديانات في فرنسا، المهم احنا في الجزائر، احنا في الجزائر عندنا قانون معاقبات يعاقب كل ما تعلق بتدنيس في مثل هذه الحالات. يبقى ربما راه يعمم، ولكن من القدام ربما راح يكون هناك تعديل في مثل هذه الحالات. شكرا لك الأستاذ المحامي كمال بوفافا، ابقى معنا بالعودة كما قلت إلى الهجوم المسلح على مقر مجلة شارلي إبدو في العاصمة باريس والذي أودى بحياة 12 شخصا من بينهم أبرز رسامي هذه المجلة. تبنى تنظيم القاعدة في اليمن هذا الهجوم المسلح الذي نفذه الأخوين كواشي. مزيد من التفاصيل مع سلف دعمش. تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نتبنى هذه العملية. تبنى تنظيم القاعدة في اليمن الهجوم المسلح الذي استهدف مقر صحيفة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة عبر شريط فيديو تناقلته مواقع جهادية. أظهر المتحدث باسم تنظيم ناصر بن علي الأنيسي وهو يتبنى على لسان تنظيم القاعدة باليمن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم أشهر رسامي الكاريكاتير بالمجلة الساخرة، رواية تتطابق مع تسجيل منسوب للأخوين كواشي. الوجود الحقيقي في أوروبا لتنظيم القاعدة وليس داعش، داعش هو تنظيم مستحدث حديث. الأخوين كواش حدهما أنهما تابعين لتنظيم القاعدة، يمكن أن يجتمع تنظيم القاعدة مع داعش في عملية من العمليات، لا مشكل. إلى ذلك تحدث خبراء في الجماعات المتطرفة على أن تنظيم القاعدة يبقى ورقة مهمة في معادلة التنظيمات الإرهابية رغم الهالة الإعلامية التي نسجت حول ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. طلعنا على القائمة الأمريكية الأخيرة لأخطر العناصر المطلوبين من الإسلاميين المسلحين، لو وجدناهم وضعوا 25 مليون دولار لأيمن الزواهري و10 مليون دولار لأبو بكر البغدادي. هذا وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولندا الجمعة في باريس لدراسة سبل صياغة استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب. عودة إليكم من جديد مشاهدينا. أيضا الساعة الإخبارية المسائية متواصلة من أول قناة إخبارية في الجزائر. أيضا خصصت صحيفة النهار عددها الصادر اليوم لنصرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حيث كما قلت خصصت صفحتها الأولى للرسول الحبيب المصطفى الصادق والأمين محمد عليه أزكى وأفضل الصلاة والسلام. صحيفة النهار اليوم التي نفذت من الأكشاك كالعادة
حيث كل القراء يعني منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم توجهوا إلى الأكشاك لشراء صحيفة النهار. وللحديث عن الموضوع يلتحق بي في البلاطو الزميل بلال كباش من صحيفة النهار. أهلا بك بلال. أهلا محمد. إذن كما قلت صحيفة النهار خصصت هذا العدد عدد اليوم لنصرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، جريدة النهار بطبعه هي جريدة كل جزائريين، هي ناطقة باسم كل جزائريين. نعلم جميعا أن كل جزائريين من كافة الفئات، شبان، نساء، رجال، كلهم تأثروا بما قامت به المجلة الفرنسية شارلي إبدو من بإعادة نشر الكاريكاتور المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام وبطريقة استفزازية. جريدة النهار تبنت الفكرة، تبنت لسان ألسن كل الجزائريين من خلال تطرقها إلى جميع شرائح المجتمع من إسلاميين ورواد الفيسبوك وحتى سياسيين. أين تحدث معهم الجريدة؟ كلهم عبروا على شعار واحد، أنه كلنا محمد. وكما هي العادة الجريدة النهار، جريدة النهار هي جريدة كل الجزائريين، يعني ناطقة باسم كل الجزائريين. واليوم خليني نقول لك محمد أنه حتى الجريدة الفرنسية لوفيغارو كتبت في صفحتها على الانترنت أنه جريدة النهار اليوم يعني يعني حدث شيء عجيب في الجزائر من خلال ليس على بعد قضية شارلي إبدو أو نعم. بمجلة شارلي إبدو في المجلة في الأكشاك الجزائرية نعم. وإنما ما قامت به جريدة النهار وما قامت به في الصفحة الأولى وهي كلنا محمد. قالت الصحيفة الفرنسية لوفيغارو نعم. أنه جريدة النهار يعني عبرت يعني كانت مضادة لما قامت به شارلي إبدو الفرنسية، وهذا ما نقول لك إلا باسم الزملاء كاع في جريدة النهار باسم العاملين في جريدة النهار أنه هذا العمل يشرفنا، لأنه كل شيء يكون في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام إحنا رانا معاه. نحن نعم مع حرية التعبير، ولكن لا للمساس بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا للمساس بالله، لا للمساس بالمقدسات. نعم، شكرا لك بلال، ابقى معنا، سنربط الاتصال برئيس المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام غالب بن شيخ. نعم، أهلا بك سيدي. مرحبا، أهلا بكم. إذن سنتحدث عن الرسومات المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام والتي نشرت في مجلة شغلي إبدو صباحة اليوم. ربكم حول تمسك هذه المجلة الساخرة بالإساءة للإسلام والمسلمين من جديد. يا سيدي الفاضل، نحن نجني إساءة أخرى راجعة إلى رد فعل إلى عمل شنيع أيضا لابد أن نعترف به، وهو إراقة الدماء. فالمقدسات قبل كل شيء هي حرمات النفس البشرية، فكان من المتوقع من صحيفة التي كانت تتكلم عن إفلاسها وأصبحت الآن تبيع بثلث ملايين من النسخ، فعلى كل من المسلمين أن يتحلوا بالتريث والحكمة وبرودة الأعصاب والكرامة في هذا الظرف الصعب، وأن لا يدخلوا في متاهات الاستفزاز، وأن يجتنبوا ما يدعو إلى مغبة تصرف آخر. فهذا الضرر سوف يزول، وعلى المسلمين أن يدافعوا عن مقدساتهم بطرق حضارية وليس عن طريق الإرهاب والتقتيل والتنكيل. نعم، كما تبعنا يوم أمس المسجد الكبير بالعاصمة باريس أصدر بيانا يدعو فيها الجالية المسلمة المقيمة بالخارج للهدوء وعدم الرد على هذه الاستفزازات المتواصلة من قبل المجلة الساخرة شغلي إبدو. ربما ألا ترون بأن هناك من يخلط بين التطرف والإسلام؟ أعتقد هذا، وهناك من يستغل حتى مثل هذه الظروف للخلط بين الإسلام والتطرف. نعم. وعلينا أن نكون حريصين لكي لا يقع
مثل هذا الخلط للأسف الشديد. ولكن مع هذا علينا أيضا، وكنت قد صرحت على قناتكم المفضلة، أن من باب المسؤولية علينا أيضا أن نعترف أن هناك خطابا دينيا يدعو أيضا إلى تزمت التقوقع والتقهقر والتخلف. فمن باب الحرص ومن باب الأخلاقيات ومن باب المسؤولية أيضا علينا أن نفند مثل هذه الترهات ومثل هذا الخطاب. علينا أيضا أن نكون جديين، فلا ندعو أن لا يكون الخلط ما بين الإسلام، أن الإسلام دين ورحمة. نعم. السيد غالب، يعني عندما نتابع يعني بعد كل هجوم مسلح في هذه البلدان الغربية، هناك مصطلح جديد أدخله الغربيون وهو الإسلام المتطرف أو الإسلام راديكال. هل حقيقة الآن يعني الغربيون يريدون تشويه الدين الإسلامي بعد كل الهجمات المسلحة؟ أكيد، لأن الخلط ما بين الإسلام الذي الجذري المتأصل هذا الأصولي مثل ما تفضلت به راديكال، والإسلام الحقيقي الذي على كل إن الإسلام بفق والتسامح، يعني لا من هو غير مسلم لا يستطيع أن يفرق ما بين أين هو الحد. إذ هؤلاء الذين يقومون بأعمال نكراء وشنعاء هم أيضا يتكلمون عن انتمائهم لهذا الدين ويريدون أن ينتقمون إلى النبي الكريم ويريدون أن تعلو كلمة الله وأن العزة للإسلام وللمسلمين. ولهذا أقول إن المسؤولية مشتركة داخليا داخل الحيز والقضاء الإسلامي للمسلمين. شكرا لك. تفضل. شكرا لك السيد غالب بن شيخ، كنت معنا عبر الهاتف رئيس المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام. شكرا على هذا التدخل. إذن مشاهدينا، الساعة الإخبارية المسائية متواصلة من أول قناة إخبارية في الجزائر. فاصل ثم أعود. عودة إليكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية المسائية. الآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب للعاصمة وضواحيها. تقبل الله صلاة الجميع. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية المسائية التي رافقتكم فيها أنا محمد بسة. تحية الخاصة والخالصة. السلام عليكم.